عن موسمكم هذه السنة وشو رأيك بتجربتك مع نادي قطر؟ بصراحة تجربة كتير حلوة كتير وأنا استفدت منها. الإدارة عم تعاملوا على اللاعبين بشكل كويس، كادر فني كادر جديد، بغض النظر كابتن سامي عنده خبرة بالأجواء هون، بس بشكل عام الموسم كويس بناء على المعطيات كانت توفرة بالفريق الحمد لله، يعني مقبول. راضي عن المستوى عن فريقكم السنة؟ هلا أكيد نحن شوي بعاد عن المنافسة، بس على قلت لك على المعطيات الموجودة الحمد لله، يعني دعم شوي خفيف، لعبنا مرحلة الذهاب كاملة بدون محترفين، فبتوقع عملنا موسم حلو لعب الموجودين. الموسم كان صعب لأنه توقف ورجع انطلق ولا عادي؟ وأنتوا قادرين تنافسوا بقلب الكؤوس ولا شيء؟ صح، التوقفات كتيرة اللي صارت أثرت علينا. يعني مرقت فترات نحن شوي طلع المستوى، بعدين توقف ردينا تأخرنا، أثر شوي على فريقنا نحن. بس بشكل عام هو موسم حلو كتير، يعني تقارب النتائج، مفاجآت كتيرة كان هالموسم، التنافس على المركز الأول بين تحيل والوكرة حل الموسم، عطى طعم مختلف عن المواسم قبلها. شكرا جزيلا. شكرا.